الحضور ديالي ديجا جيت باش نحضر لا بروجيكسيون دو فيلم عبد الينو دو هشام معيوش اللي مشارك فيه و فوالا يعني يلا سالينا دابا لا بروجيكسيون اي لو ديبا دونك عاد جينا عندكم بوغ لو دابي روج. كانت معنا اذا المخرج. الدور ديالي في العمل هو دور ديال يعني المخرج في الفيلم. وفات كاين واحد داعيه اسلامي اللي كيجي من واحد البلد عربي المغرب يعني باش كيتكلموا على الناس اللي كينسبوا على الناس باسم الدين. وانا جو في بارتي من الحاشيه ديالو وسي انسبيري من القذافي يعني اللي كان دائما الحاشيه ديالو هما نساء فانا كنت من الحاشيه ديالو اي فوالا. كان جريء في تناول ديال الموضوع وي معالجة الموضوع اكزاكتومون. النجمان المغربيان اللحظة أمام عدسات المصورين عادل أبت ممكن يخلق نقاش ولكن نقاش صحي يعني لأن احنا يعني كنشوفوا الجانب المتطرف وكنشوفوا الجانب يعني الإكستريم وكنشوفوا أيضا يعني الإعتدال يعني أترافيغ واحد الإمام اللي كنشوفوا أن يعني الإسلام المعتدل الزوين اللي كنعرفوا. الإطلالة ديالي اليوم هي سي انسبيري من لا جيشا الشينواز دونك لو جيم سوت كافتون شويه كاين ميلونج ان بو ماروكان ازياتيك من عند اس ام ديزاين و لي اكسسوار دائما من عند بيجوتري مارفيوز والشعر والميك اب من عند بيرفكت لوك. كنحاول وي كنحاول انني نكون في المستوى وطبعا ان هذا مهرجان كنمثلوا فيه يعني الصوره ديال الفنانه المغربيه والمراه المغربيه اون جينيرال فكنحاولوا اننا نكونوا بريزونتابل على قد ما قدينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.